السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مبارك النوبي بن زندة، الله يرحم عمي سعيد المجلوم، ويحط واحد ريال أو اثنين يشوفون الهلال متى بيهل الهلال الليلة، هل ما هل اثنين البرين سعيد المجلوم بو راشد، ها يشوفون الهلال كان شافوه ضبور البندقية بن طفق، إذا ما شاء قالوا باكر ليلة غد. هذا زمان الأول الحرمة نشي وسوي حق ريل السحور، سوي الريوك، سوي كل شيء. نعم نتزاور يوم بعد بيحين قالوا لك باكر عيد اللي بتفصل شيء ولا بسوي لها في بيت خبيصة ولا هريسة ولا عصيدة ولا سبحان الله عرسية شيء. ذهبت يوم من المصلى ريلها الفالة موجودة، حطت الفالة في الخيمة، خيمة الأول كل خيام، حطت الخيمة حطت الصحون والدنيا وعبسه في الخيمة، يوم يجون الرجال الفالة موجودة.